أعلنت لجنة تنظيم احتفالات عيد الاتحاد 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة عن ختام احتفالات عيد الاتحاد 51 لهذا العام بنجاح، إذ سلط الاحتفال الضوء على رحلة الوطن منذ إعلان قيام الاتحاد عام 1971، مانحاً الجماهير لمحة عن المستقبل الواعد الذي يجمع كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له. انطلقت اليوم أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثالث لجامعة أم القوين تحت شعار التكنولوجيا الرقمية من التأصيل إلى الابتكار، مؤسسات التعليم العالي ومستقبل سوق العمل العربي، وتستمر أعماله لمدة يومين. ويستضيف المؤتمر أكثر من 80 باحثاً وباحثة من مختلف دول العالم يمثلون العديد من الجامعات والمراكز البحثية العربية والعالمية، يعرضون خلاله عشرات البحوث والأوراق العلمية التي تغطي محاور المؤتمر. تختتم اليوم قمة الرعاية الصحية لعام 2022 بالشراكة بين فوربس الشرق الأوسط وشركة بيور هيلث، وجمع المؤتمر الممتد ليومين في العاصمة الإماراتية الرؤساء التنفيذيين وقادة الفكر والخبراء الذين عملوا على تقديم العلاجات الرائدة في مجال الرعاية الصحية واستكشاف الابتكارات والتطورات السريعة التي تؤثر في القطاع. أنجزت بلدية منطقة الظفرة مشروع واحة مدينة زايد في مرابع الظفرة بهدف تحقيق رضا وسعادة المجتمع وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها وتعزيز جاذبية ونمط وجودة الحياة. وتسهم البحيرة في إضافة نوعية من المرافق الترفيهية الجديدة مع تطبيق أعلى معايير الاستدامة في المواد المستخدمة. وتم افتتاح الواحة بحضور ممثلي الجهات الحكومية وكبار المواطنين بالمنطقة.